متابعين عين مصر نيوز في كل مكان، معكم في لايف جديد عبد الله الدكاس. نتكلم النهارده عن اسعار الطماطم وسبب ارتفاع سعر الطماطم في السوق. مجنونه قوي الطماطم زي ما بيقولوا، الاسعار وسعر الخضار طالع لحته ثانيه خالص بسبب درجه الحراره. هل متوقع ان احنا درجه الاسعار دي تنزل او هتفضل دايما في ارتفاع؟ هل متوقع ان هي انها تبقى متوفره لكل المواطنين باسعار مرتاحه واسعار كويسه، ولا هتفضل في ارتفاع ده لمده طويله؟ معانا النهارده في اللايف جديد هنعرف ده ان شاء الله. سعر الطماطم النهارده 35 جنيه بعد ما كان 40 و 45 جنيه كمان بسبب ارتفاع درجة الحرارة. الخضار كله أسعاره في غير متناولة وأسعار متفاوتة جدا. الخضار النهارده عامل 20 جنيه، الليمون 30 جنيه، الكوسة 30 جنيه، البتنجال عامل 10 جنيه. سعر الطماطم النهارده سعرها معدي سعر التفاح. سألنا بعض تجار الخضار، قلنا والله لو ينفع انا كبياع خضار اتنازل عن ان انا ابيع طماطم لانها بتسبب لي خساره كبيره جدا، بس للاسف مفيش فرشه بدون طماطم وهي بتسبب خساره كبيره قوي للبياع. يعني مثلا هنلاقي ان بيطلع منها حاجه زي كده، دي بالنسبه للبائع خساره ومفيش حد بيشتريها. الطماطم اللي هي ب 35 جنيه النهارده لو جيت تنقي لنفسك مش هتطلع 2 كيلو من الصينيه اللي قدامك. مش متوفرة ولا بسبب درجة الحرارة ولا بسبب مع بعض النهاردة بنشوف سبب ارتفاع أسعار الخضار في مصر ومن ضمنهم الطماطم في الأسواق المصرية. سعر الطماطم تفاوت سعر التفاح يوصل ل 40 و45 جنيه، النهاردة سعر عامل 35 جنيه. خيار النهارده ب 20 جنيه، 30 كيلو الليمون ب 30 جنيه، ارتفاع غير مثبت في اسعار الخضار. يعني اعزائي المصممين لو حد فينا حب يعمل حله محشي هيكلفها 500 جنيه. اسعار غير طبيعيه بصراحه. اقبال المواطنين على البيع والشراء النهارده قليل جدا، يعني قد يكون معدوم، مفيش حد بيشتري، مفيش حد عنده الطاقة أو الإقبالية إن هو ينزل يشتري بنفسه كيلو طماطم. البلح 20، البلح 20، البلح 20، البلح 20،
35. بس عامل زي كل تاجر خضار اسعارها دايما بتكون عاليه قوي او نازله قوي. طماطم تضرب مره واحده وتفاجئ السوق المصري ان سعرها النهارده يكون 35 ل 40 جنيه واحيانا بيوصل ل 45 جنيه. التجار بيشتكوا من اسعار الطماطم وبيقولوا ان هي سبب خساره كبيره قوي ليهم لان هم بيجيبوها باسعار غاليه جدا وعاليه جدا وغير كده بيطلع منها قالب كتير قوي والاقبال عليها مش طبيعي، اقبال ضعيف جدا. الصعيد ب 40 جنيه زي الاول كمان ولا احسن بقى كمان بعد ارتفاع السعر. لسه جايه دلوقتي من العجوزه ب 20 جنيه و15. اركب معاك دلوقتي مش انا بقول لك هو دلوقتي احنا بيقولوا قاعد المركب وقاعد مش عارف ايه، بس معروف ان هنا ماشي. قد ايه بكام؟ 15. انت قلت لي هتصور الطماطم وتقلعني وتسيبني انا شغال. انا لا بحب التصوير ولا بحب الحراره منه اي حاجه والله. كيلو ده على ثانية كيلو ونص بصل. كيلو ونص بصل ابيض؟ اه بصل ابيض واحد بس مش كبير والنبي. انا عارف لا ده انا عايز احنا معاكم النهارده في لايف جديد من عين مصر نيوز في اتباع كل ما هو جديد وكل اخبار الساحه المصريه والاسواق المصريه. معانا النهارده لايف عن اسعار الطماطم واسعار الخضار والطماطم تحديدا اللي اسعارها بتضرب اشد من الدولار. تضرب النهارده بتقول انا ب 45 و35 و40. كل الخضار بيغلى وسعره بينزل مع الموسم بتاعه، بس الطماطم بتدخل السوق في المنافسه وبتوصل لاسعار متفاوته 40 و45 و35 جنيه. كم واحد؟ كنت معاكم انا عبد الله جباس من عين مصر نيوز. انتظرونا في كل ما هو جديد عن اخبار الشارع واخبار السوق المصري والاخبار الجديده. انتظرونا في لايف جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.